بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم النهارده في اليوم السابع لمؤتمر بورسعيد الحادي عشر لحديث الولاده، وبنلتقي النهارده يعني لقاء نقدر نقول لقاء القمه. معنا استاذ كبير وعلامه واستاذ فاضل وكريم ان هو يعني يوافق يشترك معنا النهارده في مؤتمرنا المتواضع بمحاضره عاليه القيمه وعاليه المعرفه بالنسبه لنا كلنا. كل اطباء الاطفال هي منتظرين المحاضره دي من حضرتك استاذ الكبير استاذ دكتور عادل رياض، استاذ طب الاطفال وحديثه الولاده بكليه طب جامعه بنها، واللي مشرفنا النهارده وهيكلمنا عن الميكانيكال فنتيليشن. بشرفنا كمان وهيقوم برئاسة الجلسة دي الأخ والأستاذ الزميل الأستاذ دكتور الاستشاري دكتور ممدوح تركي، استشاري طب الأطفال ورئيس قسم طب الأطفال هيئة قناة السويس، وهو هيقوم بقى مكاني باستضافة أستاذنا الكبير أستاذ دكتور عادل بيه. فاتفضلوا يا فندم ده عشان ما نعطلش حضرتك، اتفضلوا يا فندم. وأقدم أخي الكبير وأستاذي ومعلمي الأستاذ دكتور عادل رياض، اهلا وسهلا بكل الحاضرين وكل اهل بورسعيد وكل اطباء طب الاطفال. قبل ما اقدم استاذي وصديقي الاكبر واخويا الاكبر الاستاذ دكتور عادل، طبعا اشكر حضرتك اولا دكتور اسامه، لان انا فعلا ينطبق عليك الكلمه اللي احنا خدناها في ثانوي زمان في قصه عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب اللي هي قصه العقاد اللي هي لم ارى عبقريا يفري فريه، فحضرتك نموذج يحتذى به واول ده حقيقه والله يا ترسامه. ويعني حضرتك يعني بدات نشر العلم وسط يعني وسط الاطباء قبل ما تقوم به الجامعه، لان ما كانتش موجوده جامعه بورسعيد وقتها. ويعني فعلا حضرتك النهارده السنه ال11 لهذا المؤتمر، وبرضه لم نرى عبقريا يفري فريك ان انت النهارده اليوم السابع لهذا المؤتمر في ظل طبعا الكورونا وحاجات الويبينار اللي احنا بنعملها. فعلا ده بتتيح الفرصه ان احنا نبقى كل متابع وكل على الفيسبوك او على الزوم. ففعلا شكرا جزيلا لك اولا واخيرا. الحاجه الثانيه ان انا بقول لاهل بورسعيد اهلي وناسي واهل مدن القناه كلها كل عام وانتم بخير. المناسبه الاولى ان احنا في مولد النبي العزيز صلى الله عليه وسلم، وفي المناسبة الأكيدة إن إحنا طبعاً في ذكرى 29/10 العدوان الثلاثي اللي هي قامت أهل بورسعيد بالذات وبالأخص بالرد على هذا العدوان الثلاثي، العدوان اللي تم من ثلاث دول كانوا عاملين مكيدة لينا، والمكيدة دي كان سببها يعني نلقي عليها نظرة بسيطة للأطباء اللي هم يعني لم يعاشروا هذا. طبعاً أنا ما عاشرتش هذا ولكني كنت من الجيل اللي يتلوه مباشرة، يعني ان احنا طبعا قناه السويس اتأممت في نفس السنه، وكان عملوا اخيا لنا ان هم كانوا عايزين طب خدوها واحنا نديرها من بره، وكانوا عاملين قرار في مجلس الامن ان هم كانوا عايزين ياخدوا ويمارسوا الفلوس اللي بتدر من قناه السويس عليها من بره في مجلس الامن، لولا روسيا وقفت جنبنا معانا وخدت حق الفيتو واجهضت هذا القرار ان هو لم يتم اتخاذه، ومن هنا ما لقوش حل لأنه ياخذوها بالقوة. فعملوا المكيدة اللي عملوها إسرائيل من اليمين من الشرق ونزلت علينا دولة لندن وفرنسا عشان ينزلوا يستولوا على القناة. والحق يقال وأنا قابلت ناس يعني فدائيين كبار، طبعا أغلبهم مش موجود وأغلبهم متوفي، أنهم كانوا فعلا الشعب البورسعيدي وشعب مناضل وهو اللي حمى مصر كلها، لاني طبعا احنا وقتها كنا يعني برضو ما كانش الجيش واخد وضعه الكامل وما كانش حد يقدر يوصل هناك، لان كنا طبعا ايمين من الاستعمار الامريكي اسف الانجليزي. فبالتالي شعب بورسعيد هو اللي دافع عن مصر كلها وهو اللي دافع ضد هذا الكلام ده كله، وهو اللي انتصر. واخر جندي عدو طلع من بورسعيد كان في العيد القومي البورسعيد اللي هو يوم 23 ديسمبر. فكل عام وأهل بورسعيد كلهم طيبين وبصحة وسعادة. وطبعا نقدم أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عادل رياض، هو أستاذي أستاذ طب بنها، وفعلا الدكتور عادل أنا شخصيا بقول عليه هو دينامو الفنتليتور أو هو دينامو الفنتليشن. وعلى فكرة الدكتور أسامة هو الدكتور عادل يعني هو لولا انشغال وقته، وانا طبعا بتكلم بينا معه في النقطه دي، انا عارف كويس جدا ان هو سبق قبل كده، ولما حد بيطلب منه من سنين مش من قريب
ان اي حد محتاج يتعلم الفنتيليشن كان يقول اروح واجي، وكان هو بيتحرك بنفسه وما بيستناش حد يعمل له حتى ترانسبورتيشن، وكان بينشر علم وقت ما كان الفنتيليشن حقيقي. يا دكتور عادل فعلا كان طبعا الفنتيليشن دخل في مصر كان يبقى في بدايه الثمانينات واخر الثمانينات، كانت حاجات بسيطه وحاجات ولما جره الدنيا بتطور، فكان وقت ما كانش حد فينا فاهم فنتليتور، كان حضرتك بتعلم الناس كلها الفنتليشن، وحضرتك فعلا دينامو الفنتليشن. طبعا استاذي ومعلمي اهلا بك وسهلا، واهلا بالجميع واهلا بكل الاودينس اللي معانا وعلى الفيسبوك والناس اللي طب الاطفال، وتفضل يا فندم واهلا وسهلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكر الاخوه الاعزاء الاستاذ دكتور يعني اسامه حسين على دعوتي، والاستاذ دكتور ممدوح على تقدمتي. وانا بقول انا بحب اهل بورسعيد واهل اسماعيليه واهل السويس، قناه السويس كلها لها معزه خاصه عندي بجد والله، ويعني ربنا يكرمنا ويجمعنا دايما على خير. انا هتكلم النهارده ان شاء الله على البيزكس اوف ميكانيكال فنتيليشن، علشان صغيرين زمايلنا واولادنا يعرفوا يعني ايه بيزكس اوف ميكانيكال فنتيليشن. البيزكس هي مش هنتكلم في حاجه سوفيستيكيتد علشان ما نعقدش الامور، فخلينا نمشي بالراحه واحده واحده عشان نفهم يعني ايه ميكانيكال فنتيليشن، ما تبقاش الدنيا بالنسبه لنا صعبه ومش عارفين نفهمها والكلام ده كله. وان شاء الله باذن الله تبقى محاضره مفيده للجميع بمشيئه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي basics of mechanical ventilation. basics of mechanical ventilation. ال indications أنا مش عايز أضيع وقت فيها كتير، لأن إحنا عايزين نفهم المودز بتاعت ال ventilation. عندي respiratory failure، عندي apnea و respiratory arrest، عندي inadequate ventilation، عندي inadequate oxygenation، chronic respiratory insufficiency، cardiac insufficiency. To eliminate لو طفل عنده مشكلة في الهارت، لو في respiratory distress ده burden على الهارت، فبنا بريح الwork of breathing اللي بيعمله عشان ما يبقاش فيه burden على الهارت. بيreduce oxygen consumption. neurological dysfunction من ضمن الحاجات ان البيشنت في كوما فمش قادر يحمي الايرواي بتاعه، وبالتالي لما يتحط على ميكانيكال فنتيليشن بيبقى بحميله الاير واي بتاعه. البيزك اناتومي بتاعي عندي الابر اير واي اللي هو بيعمل هوموديفيكيشن للانهيلد جاسز، والسايت اوف موست ريزيستنس تو اير فلو هو اكتر حته فيها اير واي ريزيستنس. اللور ايرويز اللي هي الكوندكتنج ايرويز الاناتوميك ديد سبيس يتبعها ريسبيراتوري برونكيولز والالفيولاي، ودي اللي بيحصل فيها الغاز اكستشينج. لما نيجي نتكلم على فنتليتر، اي فنتليتر تحت ايديك ما تتحضش منه، هو السكرين بتاعه عليها ثلاث حاجات. اول حاجه السيتنجز. ايه السيتنجز؟ السيتنجز اللي انت حاططها بايدك، حاطط ريسبيراتوري ريت، حاطط بي اي بي، حاطط دي settings اللي انت حاططها بايدك، فدي هتظهر لك على الشاشة. حاطت مونيتور شاشة بحيث ان انت حاطت البريشر بتاعك PIP، peak inspiratory pressure بتاعك PIP 18، بس ده هم بيحققش غير 16، يبقى انت عارف ان اللي بيوصل لعنده 16 مش 18، تم تدور على السبب. الالارمز، انا ما بحط level مثلا الـ PIP سيد 18، أو محط أقول لو وصل مثلا لـ 22 لازم يديني ألارم، لو وصل لـ 16 أو 14 يبقى لازم يديني ألارم. يبقى أنا هنا الـ settings بتاعتي اللي أنا حطيتها بإيدي، المونيتور هو اللي بيقول لي إيه اللي بيتحقق من هذه الـ settings وبيوصل للعيان، الألارمز هي عبارة عن الرينج اللي الفنتيليتور لو خرج بره اللي يديني الارم علشان الحق اشوف بسرعه ايه اللي بيحصل. الفنتيليترز بتديليفر غاز اللي هو اكسجين اير ميكستشر تو ذا لانجز يوزنج بوزيتيف بريشر،
يبقى في عندي بريشر داخل للعيان عن طريق الفنتليتر بيضخ جاس ببريشر at a certain rate في بريت معين انا حاططه له اديله 30 سايكل في الدقيقه مثلا. الاماونت اوف جاس كميه الاكسجين اللي دخله او الاكسجين اير ميكستشر اللي دخله ديليفرد كان بي ليميتد باي هتقف كميتها قد ايه الاماونت دي داخله لي ايه اللي هيحددها لما بالوقت لما بالتايم او بريشر او فوليوم بقول له لما يعدي الوقت الفلاني يبقى توقف او بيحصل يوصل البريشر الفلاني توقف او الفوليوم الفلاني توقف يبقى ده الليميتنج فاكتور عندي ممكن يكون تايم بريشر او فوليوم. طيب الديوريشن بتاعي كان بي سايكلد ازاي لاما بتايم لاما ببريشر او فلو. تايم سايكلينج ان انا بقول السايكل بتاعتي مثلا دقيقه عندي 3.3 سوري السايكل بتاعتي مثلا ثانيه او لان هدي له ريت 60 فور اكزامبل فالثانيه دي هيبقى 3.10 منها او 4.10 منها عباره عن انسبيريشن والباقي عباره عن اكسبيريشن فده تايم سايكلينج. بريشر سايكلينج لو وصلت للبريشر الفلاني انهي السايكل بتاعتك او فلو لما توصل فلو الفلاني تنهي السايكل بتاعتك. طيب الاجهزه اللي بنستخدمها عاده معانا في وحداتنا في النيونيتال انتنسيف كير كلها بتبقى غالبا تايم سايكلد تايم سايكلد بحط فيها انسبيراتوري تايم اكسبيراتوري تايم وبحط فيها تايم سايكلد بريشر ليميتد بريشر ليميتد اللي بيحدد لي الليميتيشن بتاع كميه الغاز اللي داخله هو البريشر تايم سايكل بريشر ليميتد وكونتينوس فلو. الفلو ده شغال الفريش غاز اللي داخل الجسم الطفل او اللي داخل في التيوبنج سيستم بتاع الفنتليتر ده موجود ديورنج انسبيريشن وديورنج اكسبيريشن فاسمه كونتينوس فلو. فهو تايم سايكلد بريشر ليميتد continuous flow ventilators دي الغالب اللي بنستخدمه time cycled. يعني انا بقول انا عندي السايكل بتاعتي مثلا عندي ريت 30 يبقى السايكل عباره عن 30 سايكل في الدقيقه معناها ان عندي السايكل الواحده 2 seconds هحط منها تلتها ومثلا 3.10 او 4.10 والباقي بيبقى expiration ده inspiration ده expiration. المودز اوف فنتيليشن يعني مود اوف فنتيليشن هو وصف للبريست تايب والتايمينج بتاع البريست ديليفري. خلوا بالكم عشان ما تتخضوش هتلاقوا كتير التيرمز والاشكال من والاسماء وكميات للمودز اوف فنتيليشن اتس فيري كونفيوزنج اتس فيري كونفيوزنج وكل واحد من الشركات اللي بتنتج فنتيليترز تطلع مود المود ده زي التاني بس بتسميه اسم تاني وملخبطنا وكلام ده اللخبطة دي عندنا وعند الخواجات خلوا بالكم متتخضوش فهي it's very confusing وحنبسط القصة علشان نبقى عارفين احنا بنتكلم في ايه. احنا بنتكلم برضو ما زالنا في البيزك modes of ventilation فما تتخضوش لما تلاقوا اسماء كتيرة للmodes of ventilation هتلاقي فيها حاجات زي بعض different names. Basically, there are three breast delivery techniques used with invasive positive pressure ventilation, LAIA controlled mode of ventilation, CMV, synchronized intermittent mandatory ventilation, synchronized modes, and spontaneous modes. If I'm controlled, أنا اللي بتحكم فيها أو يعني ال ventilator هو اللي ماشي الموضوع كله. العيان ملوش دور. Synchronized ده تزامن بين الفنتيليتر والبيشنت والسبونتينيوس مودز اللي الطفل بياخد سبونتينيوس بريدنج والجهاز ممكن يكون بيساعده. هنبص على الفنتيلاتري مودز ونركز بقى هو ده بداية الكلام. عندي انتريجرد مودز وعندي تريجرد مودز. ليه بقول انتريجرز؟ انتريجرز دي انا اشتغلت بيها زمان في اول الثمانينات لما دخلت الكلام ده في مصر وما كانش عندنا
اي حاجه غير ال سي ام في اللي هو الاي بي بي في انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن والاي ام في انترميتنت مانداتوري فنتيليشن. هم دول اللي كانوا موجودين عندنا ودول اللي بنشتغل بيهم ودول ما لهمش علاقه خالص بالبيشنت بيتنفس ازاي. هو الجهاز انا بظبط له سيتنجز وهو يشتغل. فده كان اسمه انتريجرد مودز. العيان بقى ارتاح ومشي مع الفنتيليتر الدنيا مشيت كويس. العيان فايتنج الفنتيليتر بنخش فيه كومبليكيشنز بتاعه الميكانيكال فنتيليشن. مع التكنولوجي اصبح عندي التريجر مودز اللي هي الطفل بيتريجر الجهاز، الطفل بيشغل الجهاز او الجهاز بيساعد الطفل فيه لما بيشوفه يبتدي ياخد نفسه امتى ويخلص نفسه امتى. فحنيجي نبص على مثال للاي بي بي في لما حطينا له الاس بقى سينكرونايزد اي بي بي في اللي هو احنا بنسميه اي سي. اتحط الاي ام في قدامه اس بقى اسمه اس اي ام في. زي ما احنا شايفين هنا اسمه patient triggered ventilation، هنا اسمه اي سي، هنا اسمه اس اي بي بي في. فالاسماء زي بعضها، ده اللي عندي الاي بي بي في وهنا عندي الاي سي. ده انتريجرد مودز، ده بقى لما بقى تريجرد مودز لما بقى في سينكرونايزيشن بين البيشنت والفنتيليتر. الاي ام في لما حطيناه الانترميتنت مانداتوري فنتيليشن، لما حطينا الاس قبلها بقى اسمه اس اي ام في. بعد كده ظهر لنا الـ Pressure Support Ventilation و Pressure Support Ventilation with Volume Guarantee. دي المودز اللي أنا هتكلم عليها. وطب ليه أنا جايب سيرة الـ Untriggered؟ عشان لو أنت بتشتغل على Ventilator من الجداد اللي معانا كلها، هي Sensors. الـ Sensor ده هو اللي بيخلي فيه الـ Synchronization بين الـ Patient والجهاز. فلو السنسور ده بايظ انت بتشتغلش بتريجر نود، يبقى كأنك بتشتغل بالاي بي بي في والاي ام في اللي هم القدام لو السنسور بتاعك مش شغال. فمحدش يقول لي اصلا ده شغال بالاي اس ام في، ما هو اس ام في والسنسور بايظ يبقى انت مش شغال اس ام في، انت شغال اي ام في. Whenever a breath is supported by the ventilator, regardless of the mode, the limit of the support is determined by the pressure, the preset pressure or volume. احنا لنا زي ما قلنا احنا عندنا time cycle pressure limited. فمعظم اللي بنستخدمها ال pressure limit. الليمت بتاعي هو ال pressure. في طبعا في فوليوم ليميتد وده موجود وموجود في نيونيتس وكل حاجه، بس يعني احنا الغالب اللي بنستخدمه تايم سايكلد بريشر ليميتد كونتينوس فلو فنتيليترز. بريشر ليميتز بيبقى عندي بري سيت بي اي بي او باب اللي هو بريشر اباف بيب، وفوليوم ليميتد بري سيت تايدل فوليوم. انا حاطط له tidal volume الجهاز يدليفر للطفل ده، بديله مثلا say عايز اديله 4 او 5 مليليتر من الغاز، هو ده اللي هياخدهم. بس ياخدهم بأنهي بريشر بقى؟ ده مش limiting factor. limiting factor عندي هنا الفوليوم، tidal volume اللي انا حاططه له preset tidal volume. فاحنا هنتكلم في الغالب كله طبعا بتاعنا pressure limited ventilation، فبنتكلم على preset PIP peak inspiratory pressure. The untriggered modes a ventilatory cycle occurs periodically at fixed intervals strictly time cycle. يعني بقول انا بدي rate بتاعي 30 في الدقيقة، معناه انه بياخد في السايكل 2 seconds. فده اسمه CMV او IPPV. The ventilator rate is set faster than the spontaneous respiratory rate. Usually بيتحط بين 50 و 80 per minute. ده كنا بنعمله زمان اول ما ابتدينا نشتغل، لما يجي طفل تاكيبنيك، طفل عنده تاكيبنيا. هو ليه تاكيبنيك؟ لان التايدل فوليوم بتاعه صغير،
تايدال فوليوم بتاعه صغير. طب عشان يحقق المينت فنتيليشن بتاعه اللي هو بيساوي ايه؟ تايدال فوليوم في ريسبيراتوري ريت، فبيبقى نفسه سريع، نفسه سريع عشان يبقى، لو قلنا تايدال فوليوم بتاعه صغير يبقى لازم يكون نفسه سريع علشان يحقق المينت فوليوم، مينت فوليوم او مينت فنتيليشن اللي هو عايزه. لما نبص على الهارت فيلير بيحصل تاكي كارديا، ليه؟ لان الستروك فوليوم قل، فبالتالي بيحصل تاكي كارديا، بيزيد الهارت ريت عشان يحقق كاردياك اوتبوت. نفس القصه بالظبط، كاردياك اوتبوت ستروك فوليوم في ريت، نفس القصه المينت فوليوم عندي عباره عن تايدال فوليوم في ريت. فلما يكون التايدال فوليوم قليل الريت بتاعي بيزيد. فلما يجي لي طفل عنده تاكيبنيا كنا بنحطه على ريت سريع عشان نقول احنا عايزين نركب الطفل ده علشان زي ما نقول كده يسلم نفسه ويسيب نفسه والجهاز هو اللي يشغله، لاننا ما فيش عندنا سينكرونايزيشن كان خالص. وكنا ايامها بنستخدم بقى الريسبيراتوري مصر باراليسيس بقى كتير، بنستخدم المصر ريلاكسنس كتير، وده دلوقتي ما عادش بيستخدم تقريبا خالص خالص، بقى سنين عشرات السنين ما بنستخدموش. فهنا ال IPPV الفنتيليتور ريت is set faster than the spontaneous respiratory rate. ال IMV زيه بالضبط، بيتحط على lower rate اللي هو 30، وفي الحالة دي الطفل لو مثلا نفسه 40 أو 50 فبياخد spontaneous breathing بين الـ two controlled ventilatory cycles، الجهاز هيديله 30 cycle، كان ده كله هيبان تاني ما تتخضوش، الجهاز بيديله 30 cycle. طب العين ده بياخد 40 يبقى هياخد 10 في النص بين الـ cycles بتاعت الجهاز. يبقى في الانتريجرد مودز عندي الاي بي بي في انترميتنت بوزيتيف بريشر فنتيليشن، وعندي الاي ام في اللي هو الفرق بينهم الوحيد في الريت فقط، الاي بي بي في فاست ريت، الاي ام في لو ريت. ادي اللي احنا شايفينه، ده الكنترولد فنتيليشن بتاعنا، ادي البيب وادي البي اي بي، ادي البيب وادي البي اي بي، ده انسبيراتوري تايم، ده اكسبيراتوري تايم، فده السايكل بتاعي. هنا اير واي بريشر وهنا عندي تايم، ادي البيب وادي البي اي بي، وده انسبيراتوري تايم وده اكسبيراتوري تايم، كل ده انا حاطه. طيب لما نيجي نبص، ده اللي فوق ده الاحمر ده البيشنت ريسبيراتوري ريت، والازرق ده الفنتيليتور ريت. طيب لما نبص هنا الاثنين ابتدوا مع بعض، ده جميل، ده سينكرونايزد، جميل خالص، ابتدوا مع بعض. هنا البيشنت ابتدى والفنتيليتور كان اوريدي ابتدى قبل منه، فهو البيشنت دخل في نص الايه السايكل بتاعت الفنتيليتر. هنا البيشنت بيبتدي والجهاز بيخلص الانسبيريشن وهيبتدي اكسبيريشن، فيري راندوم، فيري راندوم، مفيش اي علاقه بينهم. ففي الاي ام في نوت ذا راندوم اوكيرنس اوف سينكروني سينس بيشنت اند فنتيليتر اسينشالي فانكشن اندبندنتلي اوف وان انذر، اندبندنت، كل واحد شغال لوحده، كل واحد شغال في حاله، ما لهمش علاقة ببعض. وده الـ untriggered modes، ودي اللي كان بيحصل منها مشاكل كتير، بارو تروما ونيموثوركس وكلام ده كله. Even if the infant initiates a breath simultaneously with mechanical inspiration، يعني لو ابتدوا مع بعض، لكن the differing inspiratory times may result in the development of asynchrony during the expiratory phase. After only a few breaths, the infant may be exhaling against the full pressure of a mechanical inspiration. When synchrony occurs, it is merely a random event. كلام ده معناه ايه بقى؟ كلام صعب قوي. خلينا نبص هنا على الجراف ده، هيبين لنا برضو.
لما يكون البيشنت، هنطلع الجراف، ادي البيشنت هنا اهوت، ده بداية الاكسبيريشن بتاع البيشنت، والجهاز بيدي ميكانيكال براس، ده المانداتوري براس، شايفين ده الفنتيليتور، وده العيان بيطلع اكسبيريشن، فالعيان is exhaling، exhaling بيطلع ال expiration against the full pressure of the ventilator، وبالتالي ممكن العيان ده يفرقع. This is what we call stacking. Mechanical rate and spontaneous rate may be asynchronous, causing stacking. يعمل لي barotrauma و volutrauma. ده المقصود بأن العيان بي exhale against the full pressure of the ventilatory cycle, inspiratory part of the ventilatory cycle. هنا ده spontaneous breathing بين السايكلز العادية المانداتوري سايكلز بتاعت الفنتيليتر، زي ما احنا شايفين عندي واحد اثنين ثلاثة، ادي دول سايكلز بتاعت الفنتيليتر، هنا spontaneous breath اللي بيحصل بينهم، هنا حصل stacking اللي هو ان العيان بيطلع النفس والجهاز بيكبسه pressure. This is the asynchrony. عشان كده لو رجعنا نقرأ الجمل دي تاني، أنا لو بصينا هنا مثلاً مش باينة في دي، لكن لو نزلنا خط من هنا لهنا، شوفوا العيان ابتدى expiration، وهنا الجهاز لسه ما زال في الانسبيراتوري فيز بتاعه، اللي هو بيضغط أو بيبمب air جوه لنج الطفل، والطفل عايز يطلع expiration. إن هنا في ديفرنس بين الاثنين في الانسبيراتوري تايم. ديفرينج انسبيراتوري تايم هو ده اللي بيعمل لي اسينكروني، وانا حطيتها كده واضحه وتحتها خط علشان هي دي المشكله اللي هنقابلها في كل المودز لحد ما تتحل هذه المشكله. يبقى هنا البيشنت اكسهيلينج اجينست ذا فول بريشر اوف ا ميكانيكال انسبيريشن، يبقى اكسهيلينج بيطلع اكسبيريشن والجهاز بيدي له انسبيريشن، فده اللي بيفرقعه، ادي الستاكينج وادي الفرق. طب ايه الكونسيكونسز اوف اسينكروني؟ Active expiration against ventilator inflation pressure may lead to decreased tidal volume and minute volume. طبعا بالتأكيد ان هو اللي حيخش له هيبقى اقل. Increase the oxygen consumption. الطفل عمال يعمل مجهود. Increase the intrathoracic pressure. لما يزيد the intrathoracic pressure بيزيد عندي الـ venous pressure، بيقلل الـ cardiac output، inadequate gas exchange، increased risk of pneumothorax and IVH intraventricular hemorrhage، IVH PVH intraventricular periventricular hemorrhage. لازم نلاحظ العلاقة دي بين الـ intracranial hemorrhage والـ pneumothorax. كل الطفل اللي بيحصل له نيوموثوركس عرضة ان يجي له انتراكرينيال هيموراج. طيب العلاقة دي بتزيد بايه؟ بتزيد بالبريماتوريتي. كل ما بتزيد البريماتوريتي كل ما بيزيد الانسيدنس اوف IVH PVH مع نيوموثوركس. يعني لو طفل 700 جرام حصل له نيوموثوركس يبقى احتمال كبير جدا ان يجي له انتراكرينيال هيموراج. طفل مثلا ده اللي هو 700 جرام ده كان مثلا 24 اسبوع ولا حاجه، طفل مثلا 30 32 اسبوع لما يحصل له يقل الانسنس بتاعت الايه الاي في اتش بي بي اتش، لو بقى 37 اسبوع يقل الكلام ده معانا. فكل ما بتزيد البريماتوريتي ويحصل نيوموثوركس كل ما بيزيد الانسنس اوف اي في اتش بي بي اتش. عشان كده النيوموثوركس من الحاجات المرعبه، لما يحصل لطفل عندك نيوموثوركس بليز اعمل له كرينيال التراساوند. So synchrony is extremely important and can be achieved by إيه بقى؟ أنا مشكلتي كلها أنا عايزه الجهاز الفنتيليتر يمشي مع الطفل،
يبقى هيمشي معاه ازاي لو قدر يحس بالطفل انه بيعمل inspiratory effort. Detecting infant's inspiratory effort and using it to trigger positive pressure ventilation or inflation triggered ventilation. يعني المفروض كل ده بقى دخلنا في تكنولوجي. اصبح الجهاز بيحس لما الطفل يبتدي يعمل effort انه بياخد نفسه. اللي هو بياخد نفس بداية النفس ده الجهاز يحس بيه يوم يديله inflation يديله الأكسجين والأير ميكستر يديله inspiratory cycle مع بداية الانسبيريشن بتاع البيشنت. يعني كل ما الطفل يبتدي يعمل أي effort يبتدي الجهاز يحس بيه يديله inspiratory pressure. وبالتالي إزاي نديتكت؟ هي دي التكنولوجي. الفنتيليتر ده أحسن من الفنتيليتر ده في الملي سكنز أو إيفن لس اللي بيحس فيها الجهاز بالطفل إنه عمل أفورت. How does the ventilator know when to give a breath اللي هو trigger patient effort أو elapsed time؟ يعني ال patient effort اللي بيعمله اللي هنشوفها دلوقتي حالا على curve ال negative deflection اللي بيحصل الجهاز يحس بيها يوم يديله trigger أو لو فات وقت معين يديله. طيب the patient's effort can be sensed as a change في pressure of flow جوه السيركت بتاعة الفنتيليتور جوه الخراطيم دي. لو الطفل ابتدى يعمل effort الجهاز يحس بيه بتغير في السنسورز بقى بتغير في الفلو او في البريشر جوه خراطيم الفنتيليتر. التغير مع سحبة الطفل الاولى دي اللي هيبتدي ياخد نفسه الجهاز يحس بيه بتغير في السيركت بتاعة الجهاز في البريشر او الفلو. طيب الانيشال سيتنجز بتاعنا في البريشر ليميتد احنا قلنا تايم سايكل بريشر ليميتد اف اي يو 2 بنحطه الريت. طبعا خلي بالكم الاف اي يو 2 ده كارثه يا جماعه. اوكسجين از ا دراج ما حدش يستسهل استخدامه. طفل لونه وحش رحت او ستيريشن بتاعه وحش جمع لي الاف اي يو 2 نو اف اي 2 اعتبره تقريبا اخر حاجه تلعب بيها في النوبس بتاعه البنتليتر. ريت نحط اي اي ريشيو او اي انسبيراتوري تايم نحط البيب اوكي نحط البي اي بي او البريشر اباف بيب. ده بالنسبه للبريشر ليميتد فنتليترز. حط اف اي او 2 ريت انسبيراتوري تايم بيب PIP هو ده السيتنجز اللي بنحطها في الفوليوم ليميتد نفس السيتنجز بس في الاخر بنحط تايدال فوليوم زي ما قلنا لما بيديليفر تايدال فوليوم معين بيخلص الايه السايكل بتاعته. طب انا عايز احسن الاكسجينيشن بتاعي او احسن الفنتيليشن بتاعي ده عندنا دي الفنتيلاتوري سايكل اهيت. لما اول حاجه بزود الانسبيراتوري فلو فيعمل لي الكيرف بدل ما هو ماشي كده يطلع كده. انا عايز ازود الاريا اندر ذا كيرف زي ما بنقول ده الكيرف ده الحته البيضه دي عايز اكبرها يعني عايز احط عليها حاجه من المظلله دي. فلما بزود الفلو فهيبقى شكل الكيرف عامل كده اوكي سكوير ويف ده. طيب او ان انا اعلى بالبي اي بي ما ده البيك بريشر بتاعي 20 اعلى بالبي اي بي بتاعي فانا زودت هنا برضو الاريا اندر ذا كيرف الكيرف بقى عامل كده بدل ما هو عامل كده يعني حطيت الحته المظلله دي على الكيرف الابيض اللي تحت. او هزود ايه inspiratory time او inspiratory time لما بيزيد يبقى عندي برضو زودت الحتة المظللة للحتة البيضاء او بعلى البيب
نفس القصة، حطيت الجزء المظلل ده، أو إن أنا بزود عندي الـ أو بزود الريت، يعني بقلل المسافة بين السايكلز. دي طرق زيادة الـ ventilation بتاع هذا الطفل. لو أنا لعبت بالـ FiO2 وما لعبتش بالحاجات دي، يبقى أنا فعلاً لازم أراجع فهمي للـ ventilator. كده نتكلم على تريجر نودز، هم دول الأربعة: SIMV زي ما قلنا، IMV حطينا قبله synchronized، الـ SIPPV اللي هي IPPV حطيناها قبلها AC، حطينا قبلها الـ S بقى اسمه AC أو Patient Triggered Ventilation، PSV Pressure Support Ventilation، PSV plus VG Pressure Support plus Volume Guarantee أو Assured Volume، هتلاقوا كأسماء كتيرة للحاجات دي. طب ايه الاس اي ام في بعدها؟ It's a ventilatory mode in which the mechanically delivered breaths are synchronized to the onset of spontaneous patient breath. يبقى هنا synchronization هيبقى مع بداية الانسبيريشن بتاع العيان، وهنشوف على الكيرف وهتبقى واضحة ان شاء الله. يبقى هنا عبارة عن الventilatory mode في الميكانيكال ventilation أو الانسبيراتري سايكل بتاعة الventilator بتبقى synchronized مع الـ onset of spontaneous patient breath. أما الجهاز يحس أن الطفل خد نفسه يوم أو بيبتدي ياخد نفسه يوم يديله inspiratory cycle. هنا برضو نفس القصة: the patient may breathe spontaneously between the mechanical breaths بين cycles بتاعت ال ventilator from the continuous bias flow in the ventilatory circuit. احنا قلنا عندنا حاجة اسمها continuous flow، continuous flow أو يسموه bias flow أو يسموه expiratory flow أو يسموه background flow. ايه هو ده؟ هنشوفها على الرسم يمكن تبقى أوضح. ده زي ما قلنا برضو ده الـ patient وده الـ ventilator. طيب آدي هنا الـ patient عمل effort، الجهاز حس بيه، اداله cycle. طيب هنا العيان خد نفسه بين الـ two cycles بتاعت الـ ventilator، سهلة؟ طيب هنا العيان خد نفسه، الجهاز حس بيه، راح جاي مديله سايكل. الحتة دي الاكسبيراتوري فيز بتاعت الفنتيليتر. لو ما كانش فيها كونتينيوس فريش جاس، ما كانش فيها البايس، ما كانش فيها الباك جراوند، ما كانش فيها whatever expiratory flow، ما كانش فيها اكسجين طازة داخل من الفنتيليتر، البيشنت هياخد نفسه ده منين؟ من الاكسبايرد اير بتاعه. يبقى the patient will rebreathe his expired air اللي موجود في السيركت. يبقى لازم يكون عندي الباك جراوند فلو او البايس فلو بيزق السي او 2 اللي طالع من البيشنت ده ويدي للبيشنت فريش جاس في السايكل اللي هو هياخدها لوحده spontaneously between the two ventilatory cycles. عشان كده بنقول احنا عندنا ده ال continuous flow ventilators موجود during inspiration و during expiration. Sometimes طبعا الflow بيختلف، احنا مش محتاجين flow عالي في فترة ال expiration، لكن في النهاية ان العيان بتاعنا لازم يجي ياخد spontaneous breathing between ventilatory cycles يكون عنده fresh gas هنا، ما يبقاش ما فيش oxygen داخل ولا حاجة، ويبقى he's rebreathing his expired air من cycle اللي قبلها. هنا the onset of mechanical inspiration is synchronized to the onset of patient inspiration. مع كل نفس، مع النفس، مش مع كل، مع النفس اللي العيان بياخده بيبقى الجهاز بيديله سايكل. بس انا حطيت له هنا ريت،
حاطط للجهاز ده 30 ريت، بس الطفل بياخد 40 ريت، فالعيان بياخد نفسه في النص بين تو فنتيلاتري سايكلز، والطفل ده بيبقى سينكرونايز في الفنتيلاتري سايكلز. طيب ايه المشكله بقى دلوقتي؟ لما نبص هنا، نبص على ده، احنا قلنا ابتدوا مع بعض هنا مظبوط، بس هنا ايه اللي حصل بقى؟ ادي العيان خلص الانسبيريشن والجهاز لسه شغال بيدي بريشر، يبقى العيان هيبتدي اكسهاليشن، اكسهيلينج اجينست the full pressure of the ventilator inspiratory cycle. تمام، هنا نفس القصة، يبقى أنا عندي حصل تاني إيه؟ synchrony, dissynchrony أو asynchrony، لأن ده بيحصل لما العيان الانسبيراتري تايم بتاعه مش identical للانسبيراتري تايم بتاع الفنتيليتر. يبقى الديفرنس دايما difference بين الانسبيراتري تايم بتاع البيشنت والانسبيراتري تايم بتاع الفنتيليتر هو ده السبب ان بيعمل لي asynchrony او dissynchrony. يبقى العيان exhaling بيطلع نفسه expiration والجهاز لسه بيديله inspiratory pressure. Okay. يبقى أنا the synchrony can develop during the expiratory phase because the inspiratory times of the patient and ventilator are different. خدنا بالنا أن دايما قصة الـ inspiratory time هي المشكلة اللي بتعملها في synchronization. طيب لما نبص هنا، أدي بداية الديفلكشن، النفس اللي الطفل بياخده، بداية هياخد الايه نفسه اهو، حصل نيجاتيف ديفلكشن، الكيرف عمل كده لتحت، الجهاز حس بيه، راح جاي مديله سايكل فنتيلاتري سايكل، لان الجهاز حس بالنيجاتيف ديفلكشن ده. ادي العيان هنا بياخد سبونتينيوس، هنا حصل نيجاتيف ديفلكشن، الجهاز اداله spontaneous negative deflection، الجهاز اداله cycle. تمام، يبقى all mandatory breaths synchronized to the patient's inspiratory effort. كل ما بيعمل inspiratory effort بيحصل تغير في الflow of gas او في pressure جوه التيوبينج سيستم بتاع الفنتيليتر، يبقى بالتكنولوجيا بيحس الجهاز بيه انه هيبتدي ياخد نفسه، يوم يديله سايكل، وهنا السينكرونيزيشن زي ما احنا شايفين مع بدايه النيجاتيف ديفلكشن اللي بتحصل ده، والجهاز يديله السايكلز الثلاثه اللي احنا شايفينهم على الكيرف. Each mechanical breath is initiated in response to the onset of patient's own respiratory effort. This results in full inspiratory synchrony. Again, unless the inspiratory times are identical, the patient may terminate his effort and begin exhalation while the ventilator is still in the inspiratory phase. This again results in partial asynchrony. يبقى العيان برضو ما حصلش full synchronization، هم ابتدوا مع بعض لكن ما خلصوش مع بعض، فالعيان بيطلع نفس وجهاز بيكبسه جاز. نيجي بعد كده للمود اللي بعده اللي هو كان اسمه IPPV، وحطينا قبله الاس، بقى اسمه SIPPV دلوقتي، تقريبا كلهم بقوا بيسموه AC مود، و AC مود يعني assist control مش assisted control، assist control، لان هو two modes في الفنتيليتر ده، في المود ده. يعني ايه assist؟ يعني يساعد، فالجهاز بيساعده، الجهاز بيساعده في كل نفس، كل نفس بقى. هنا بقى التاني كنا حاطين ريت في الاس اي ام في، حاطين ريت للجهاز 30 والعين بياخد 40 او 50، هنا الجهاز بيحس بكل نفس، كل نفس الجهاز يحس بيه، يوم يديله respiratory cycle أو ventilatory cycle.
يبقى الجهاز انا بيساعده في كل نفس الطفل بياخده. This modality involves either the delivery of synchronized mechanical breaths each time a spontaneous patient breath meeting threshold criteria is detected. يعني ايه؟ يعني كل جهاز ما بيحس، يعني وصل الديفلكشن ده، حس بيه الجهاز الثريشولد ده، حس بيه الجهاز هيأسستهم، هيساعده. اوكي؟ يبقى هنا assist بيساعد كل نفس. هناك في الاس اي ام في الجهاز بيساعد 30 نفس والباقي الجهاز الطفل بياخدهم لوحده. ده طريقة. أو delivery of a mechanical breath at a regular rate in the event that the patient fails to exhibit spontaneous effort. الطفل ده جاله أبنية. طب ده أنا عشان استخدم الـ AC ده لازم يكون spontaneously breathing patient وبياخد نفسه كويس. طب العيان ده دخل في أبنية، والعيان مش الجهاز مش هيحس بيه. لو ما حسش الجهاز ان الجهاز بالطفل ان هو بياخد نفسه مش هيدي له سايكلز، وبالتالي يقلب بقى للكنترول. عشان كده بنسميه اسيست كنترول. اسيست بيساعده طول ما هو حاسس بيه، فبيساعده في كل نفس. العيان نفسه 60 هيدي له 60 سايكل، نفسه بقى 50 بقى 40 بقى 30 هيمشي معاه. العيان حصل له أبنية هيقلب لمود تاني اللي هو الكنترولد مود، اللي هو السي ام في كنترولد ميكانيكال فنتيليشن، اللي هو هيديله بقى الانسبيراتوري تايم اللي انا محدده له، هيديله البي اي بي والبيب والاكسبيراتوري تايم، كله هيبقى احنا الجهاز اللي بيتحكم في الفنتيليشن بتاع الطفل. يبقى اسمه اسيست يساعد، كنترول يتحكم. اللي فوق patient، اللي تحت ventilator، ده الـ AC. هنا شايفين كل نفس الطفل، كل نفس الطفل بياخده الجهاز بيساعده، كل نفس كل نفس. okay. فبيبتدوا دايما مع بعض، assist بيassist بيساعد كل نفس، الجهاز يحس بكل نفس يديله ساعتها الـ ventilatory cycle. Each spontaneous breath meeting threshold criteria results in the delivery of a nearly simultaneous mechanical breath. However, تاني، however إيه بقى؟ الله، نفس الكلام، نفس الكلام. الـ patient هنا خلص inspiration والجهاز ما زال بيدي inspiration، وبالتالي حصل هنا asynchrony، لأن الـ inspiratory time بتاع الـ patient والـ inspiratory time بتاع الجهاز مختلفين. يبقى يحصل هنا برضو asynchrony في الاكسبيريشن، لان العيان بياخد inspiratory time غير inspiratory time بتاع الventilator. برغم ان هما بيبتدوا مع بعض في كل نفس، لكن البيشنت بيخلص وجهاز لسه شغال. However, once again, the possibility exists that expiratory dyssynchrony will occur. This problem has been overcome. يبقى احنا بنحلها بشكل واحده واحده اهو. With the introduction of the second signal detection system. هنعمل تكنولوجي يخلي العيان، يخلي البيشن، سوري الفنتيليتور يحس ان العيان هيبتدي اكسبيريشن، يوم يوقف الفنتيليتور الانسبيراتوري فيز بتاعه. يبقى العيان لما يبتدي اكسبيريشن الجهاز يحس بيه، يوم يوقف. زي ما الجهاز بيحس بالإنسبيريشن يبتدي معاه ويخلص معاه. دي second signal detection system that determines when patient inspiratory effort is about to cease، على وشك إنه يقف، and that synchronizes termination of the mechanical breath to this event. يعني الجهاز حس إن العيان هيبتدي يطلع النفس expiration، يوم وقف الانسبيريشن ويبتدي مع الفيز بتاع الاكسبيراتوري فيز اور ذا فنتيليتور. ده اللي هو البريشر سبورت فنتيليشن. از ا بريشر ليميتد فنتيلاتوري مود ان ويتش ايتش بريث، ايتش بريث يعني زي الاي سي، ايتش بريث از بيشنت تريجرد اند سبورتد. تمام. طيب، it provides breath-to-breath ventilatory support by means of a positive pressure wave synchronized with the patient inspiratory effort.
both patient initiated و patient terminated. يعني العيان لما ياخد نفسه الجهاز يشتغل معه، لما يوقف ياخد نفسه يبتدي expiration الجهاز يوقف معه. يبقى patient initiated و patient terminated. يبقى during the cycle بتاع ال PSV أو pressure support ventilation عندي four phases are distinguished. الجهاز بي recognize the beginning بتاع ال inspiration اللي هو trigger أو ال negative deflection اللي احنا شفناها الصغيرة اللي بتحصل دي. Pressurization بيبتدي الجهاز يدي pressure for the time of spontaneous inspiration. أصبح هنا اللي بيحدد ال inspiratory time هو مين؟ ال patient. فالجهاز يدي له pressure لحد ما ال patient يوقف. هنا يحصل إيه؟ recognition of the end of inspiration. Okay, و start of expiration يبتدي ال phase بتاع ال expiration. يبقى الجهاز بيحس بيه في الانسبيريشن وبيحس بيه في الاكسبيريشن. دي المفروض الحاجه الاوبتيمم اللي احنا ايه بندور عليها عشان ما يبقاش في ديفرنس في الانسبيراتوري تايم بين البيشنت والفنتيليتر ويحصل الباروترومال بوليتروما. طب يعرف الجهاز دي برضو حاجه تكنيكال تكنولوجي. The end of inspiration is usually determined by the diminution of inspiratory flow below 15% of the peak inspiratory flow of the same cycle. خلينا نقول الحاجة المقابلة دي معناها إيه. الجهاز أما يبتدي يديله flow داخل في الـ cycle دي أو ما يبتدي داخل 100 يبتدي اللنجة تتملي، يبتدي الفلو يقل اللي داخل لأن اللنجة تملت. أنا عندي بالونة بنفخها، فكل ما بتتنفخ كل ما بيخش لها كمية هواء أقل. طب لما يوصل الهواء اللي داخل ده لحوالي 15% من الفلو اللي ابتديت بيه أنفخ، تعرف الجهاز يحس إن دي نهاية الانسبيراتوري فيز بتاع العيان وبداية الاكسبيراتوري فيز بتاعه يوم وقف. يبقى هو بيديتكت ان البيشنت ده حيبتدي يعمل اكسبيريشن بالديمينيوشن او بيقل الانسبيراتوري فلو بيلو 15% of the peak inspiratory flow of the same cycle. هنشوفها في جراف يمكن تبين لنا الدنيا وتبقى اوضح. لكن في النهاية ال 15 دي ما ثبت في ثبت بعض الأجهزة، بعض الأجهزة تقدر أنت تضبطها 15-20-25. Therefore, respiratory rate with duration of inspiration are controlled by the patient. يعني الفنتيليتر هنا ماشي وراء العيان، الريت بتاع العيان ماشي وراء، والديوريشن بتاع الانسبيريشن هو العيان اللي بيحدده، فالجهاز يبتدي معاه ويخلص معاه. A flow-derived signal, to terminate inspiration permits the total synchronization of spontaneous and mechanical breaths throughout the entire respiratory cycle. والتزامن بين الventilator والpatient في الinspiration والexpiration. هنا, the patient and ventilator are completely in phase مع بعض تماماً. For each and every breath. يبقى الجهاز بيبتدي مع الطفل inspiration لما بيحس بيه، ولما الفلو يقل لحوالي 15% أو أقل يعرف الجهاز إن البيشنت ده هيبتدي يطلع expiration، يروح يوقف ويبتدي معاه expiratory phase. نادي المنظر اللي احنا هنشوفه، نادي البيشنت خد نفسه هوت، الجهاز اداله سايكل هنا زي الاي سي، مع كل نفس العيان بياخده الجهاز بيديله سايكل. طب هنا الجميل بقى ايه؟ اهو ان مع نهايه النفس الجهاز وقف، مع نهايه النفس بتاع البيشنت الجهاز وقف. هنا this system synchronizes inspiration ازاي؟ بيحس البيشنت effort اللي هي نيجاتيف ديفلكشن، السحبه الصغيره اللي بيعملها العيان ده، وبيسينكرونايز الاكسبيريشن ده ازاي؟ لما يلاقي ان الفلو اللي داخل بقى قليل ووصل للليفل اللي هو قلنا بيلو 15% او اللي انت ظبطه عليه.
يبقى هنا عندي synchronization في الانسبيريشن وفي الاكسبيريشن. طبعا دي ايه معلش دي كنت عايز اقولها لكم بس طبعا الوقت انا ما عنديش وقت طويل خلاص. ده بيوري الفرق بين الانسبيراتوري تايم بتاع الجهاز وبتاع البيشنت والانسبيراتوري والاكسبيراتوري تايم نفسه. هنبص على ده الكيرف ده. ادي هنا ده البريشر وده الفلو. ادي الفلو بتاعي طالع اهوت البيك فلو اهو، وطبعا بيبقى ماشي مع البريشر لان الفلو اللي بيحقق لي البريشر كويس. لما الفلو ينزل 15% من البيك فلو يبتدي العيان يعمل لي اكسبيريشن، الجهاز يوقف يعمل لي النيجاتيف ويف دي بتاعت الاكسبيريشن بتاعت الاكسبيراتوري فيز بتاعت الجهاز. يبقى زي ما احنا شايفين الفلو ماشي وصل للبيك الثاني وصل 15% حجاي الجهاز ايه موقف لان العيان هيبتدي يعمل اكسبيريشن. لما نبص هنا هنلاقي اهو ادي الفور فيزز موجوده، ادي الانسيت اوف انسبيريشن مع النيجاتيف ديفلكشن اللي بتحصل، عندي بريشرايزيشن الجهاز بيدي بريشر لحد التايم اوف انسبيريشن بتاع العيان لان هو هنا حس باند اوف انسبيريشن بنقص الفلو ل 15% من البيك فلو، وادي الاكسبيريشن اهو وادي الاكسبيريشن اهو بتاع الجهاز. وضحت القصه بتاعت ان الفلو اللي قل من ال 100% ل 15% من البيك فلو. طيب as an additional safety feature our limit of inspiratory time or backup inspiratory time can be set by the user preventing excessively long inspiratory times in case of failure of breast termination. يعني الكلمتين دول عشان ما نصعبش الامور هنشوف في كيرف تاني. لا خلينا في كيرف كان لطيف بس نفترض ان العيان ده عندي ليك في السيركت بتاعه فالفلو هيفضل شغال فمش هينزل ل 15% لان في ليك فالجهاز عمال يدي لانه مش حاسس ان اللنج اتملت لان اللنج اتملت فعلا بس الفلو الزياده ده اللي هو مش حاسس بيه شغال خارج بره فهنا عندي ليك. في الحاله دي ال 15% مش هتتحقق وبالتالي الجهاز مش هيوقف، هتلاقي الجهاز شغال كده وطبعا ده مش مطلوب. فاحنا بنحط باك اب انسبيراتوري تايم لو وصل مثلا حاطينه 0.35 هنقول له بعد 0.4 او 0.45 بالكثير اند السايكل بتاعك. ده اسمه باك اب انسبيراتوري تايم، ده علشان يحمي البيشنت من الفلو علشان لو كان عندي ليك في السيركت ما عرفش يحس الجهاز ان العيان يوقف امتى وبالتالي الباك اب تايم بيحمي للعيان انسبيراتوري تايم بيحمي للعيان من الكونتينوس فلو. نفس القصه زي الاي سي لو حصل هنا ان العيان دخل في ابنيا بيقلب على طول لباك اب فنتيليشن بيبقى زي الاي سي كنترولد مود اوف فنتيليشن بنديله CMV controlled mode of ventilation. طيب ال benefits بتاع ال PSV better synchrony between the patient and ventilator بيزود ال patient comfort بيقلل ال needless sedation decrease the work of breathing with oxygen cost of breathing. طبعا كل ما بيعمل effort كل ما بيسهلك oxygen وبالتالي اسمه oxygen cost of breathing. Endurance oriented training of respiratory muscles العضلات الـ pressure support كل ما الـ patient يبتدي يشارك انه ياخد نفس كويس كل ما الـ support بتاع الجهاز بيقل وبالتالي ده training ليه علشان يعمل weaning. Deepening of weak shallow spontaneous breathing العيان كان ناوي ياخد cycle صغيرة
يعني الويف بتاعته او التايدال فوليوم بتاعه صغير فالريسبيراتوري ريت بتاعه سريع. طب الجهاز اللي دخل في الاي سي او في البي اس في وعمل له بريشرايزيشن واداله تايدال فوليوم كويس، الجهاز اداله تايدال فوليوم كويس، طب هاخد الريت السريع ده ليه؟ يبتدي العيان يقلل الريسبيراتوري ريت بتاعه، كان 60 بقى 50 40 لان التايدال فوليوم اللي دخل له عالي فبيديله المينت فوليوم اللي هو محتاجه، فهو مش محتاج يزود الريت بتاع الريسبيريشن بتاعه. الويفينج ديورينج البي اس في ستارت اوف انسبيريشن ستارت اوف اكسبيريشن الانسبيراتوري تايم والبريزنج فريكوانسي الريسبيراتوري ريت كلهم والمينت فوليوم طبعا كلهم كنترولد باي ذا بيشنت. طيب انا هعمل له ويفينج بايه؟ فقط بالبي اي بي. Therefore, PSV is predestined to become the best ventilatory mode suited to wean off the ventilator using only the inspiratory pressure, اللي هو الـ PIP زي ما قلنا. يبقى أنا كله موجود هنا، الـ patient هو اللي بيتحكم فيه ابتدى امتى وخلص امتى والinspiratory time بتاعه ايه والريت بتاعه شكله ايه، فبالتالي minute volume بتاعه شكله ايه، كل ده الجهاز ماشي ورا العيان. طبعا هعمل ويننج زي ان انا انزل بقى اقلل بس البي اي بي. طيب هل البي اس في هو الاي سي؟ نو، الاي سي البريشر از كنترولد وايتش ريسبيراتوري ايفورت از اسيستد از بي اس في، لكن خلصت انا فاضل لي دقيقه واحده دقيقتين. هاويفر ديورينج اي سي انسبيراتوري تايم از فيكست، هنا الاسبيراتوري تايم هيبقى متغير حسب العيان. طيب الفوليوم جارانتي ببساطه شديده، انا بقول للجهاز ديليفر السيت تايدال فوليوم ده، دخل الفوليوم ده 10 ملي لتر للطفل، اوكي الطفل ده محتاج 10 ملي، فبيدخل له ال 10 ملي لتر دول ريجاردلس البريشر اللي هيخش بيه. فالطفل في مثلا عنده ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، فاول يوم اللنج ستيف، فممكن يدخله ال10 مللي دول ببريشر مثلا 28، الجهاز هو اللي بيديهم وانا حاطط له ليميت في ليميت لي. طب ثاني يوم اللنج بقى الكومبلاينس احسن، يبتدي ال28 تنزل ل25، ثالث يوم حصل دايوريسيس واللنج بقت كومبلاينت، يبتدي البريشر اللي بيدخل بيه ال10 ينزل مثلا ل 20 او 18. فهنا الفوليوم جارانتي بيتغير البريشر اللي بيديليفر السيت تايدال فوليوم حسب حاله اللنج. هنا هحط لكم بس الحاجه المهمه، الجدول الاخير ده خالص في منتهى الاهميه، يا ريت ده المحاضره هبعتها للدكتور اسامه وطبعا افيلبل أونلاين I don't know هتبقى موجودة إن شاء الله. لا ده الجدول اللي بيقارن كله، عندي الفنتيلاتري مود IMV SIMV AC PSV PSV is volume guarantee. طب inspiratory trigger هنا ما عنديش، كلهم فيهم ما فيش حاجة في الـ IMV ده مش synchronized، بيساعد كل النفس لا هنا لا والـ SIMV لا، لكن بداية من الـ AC بيساعده في كل نفس الطفل بياخده الجهاز بيساعده. طب الريت بتاعنا هنا ده فيكست في الاي ام في، في الاس اي ام في انا حطيت له ريت 30 والعيان بياخد 40، لكن الريت هنا فيكست عندي، لكن في الاي سي الجهاز بيساعد كل نفس وبالتالي الريت بتاع الجهاز هو الريت بتاع البيشنت. والبي اس في والبي اس بي وز فوليوم جارانتي نفس القصه. انسبيراتوري تايم هنا فيكست وهنا فيكست وهنا فيكست، في الاي سي انا حاطط برضه انسبيراتوري تايم. الفاريبل بقى اللي هو البي من بدايه من البي اس في، الانسبيراتوري تايم هو الانسبيراتوري تايم بتاع الايه البيشنت اللي الجهاز بيمشي وراه، وبالتالي الانسبيراتوري تايم بتاع البيشنت كان المره دي 0.3 اللي بعدها بقى 3.5 0.35 0.4، كل ده الجهاز ماشي ورا العيان فبيبقى فاريبل. نفس القصه في الفوليوم جارانتي، لما نبص للبي اي بي ثابت في كله ما عدا في البريشر سبورت وز فوليوم جارانتي، لان البريشر بيتغير بتاع البي اي بي بيتغير علشان يو ديليفر ا سيرتن سيت
تايدال فوليوم للعيان حسب اللانج كومبلاينس. يعني انا اللانج كومبلاينس وحشه هيدخل لي ال 10 مللي دول ببريشر عالي، الكومبلاينس بيتحسن البريشر يبتدي يقل، يبقى البي اي بي بيتغير لوحده، بس انا بحط باك اب بي اي بي عشان الجهاز ما يسرحش مني لفرق العيان. And thank you very much for your attention. وسوري على الإطالة لمدة 3 دقائق. شكراً أستاذنا الكبير أستاذ دكتور عادل بير رياض، أستاذ طب الأطفال وحديثي ولادة كلية طب جامعة بنها. نشكر معاليك على المحاضرة الجميلة دي، وأنا طبعاً يعني بستمتع كل مرة بسمع حضرتك بشكل جديد وشكل ممتع وشكل مثمر. والشباب مش عارف أقول لحضرتك قد إيه متابعين حضرتك على جروبات مختلفة لايف وزوم، فاحنا بنشكر معاليك جدا على المحاضرة الجميلة دي، ويا رب نلتقي على خير بإذن الله تعالى. ألف ألف شكر لحضرتك. نشكر الدكتور ممدوح تركي على تشريفنا ورئاسة الجلسة النهاردة. نشكر حضراتكم.